السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده اول مره اشوف فيديو ليا، يا ريت تشتركي في القناه ولايك وشير. ان شاء الله النهارده عامله كده فيديو مختلف عن ان انتي لو مليانه، جسمك مليان ومش بتعرفي تلبسي مثلا متناسق او عايزه تلبسي لبس شيك، انا هقولك تعملي ايه وتلبسي ايه. هو في بنوته قالت لي يا ريت يوم تقدري تعملي لنا فيديو زي ده تعمليه. طبعا انا مقدرش اتاخر عليكم، فلما لقيت ان الوقت متاح معايا ان انا اقدر اعمل لكم الفيديو ده فعملته طبعا على طول. فيلا بينا بقى دلوقتي نشوف ايه هي اللبس المناسب لجسمنا ونلبس ايه. وانا عن نفسي برضو جسمي مليان، فهقول لكم انا بلبس ايه وبعمل ايه. فيلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه طبعا هقول لكم على الاساسات اللي عندنا، اللي تكون ايه في الدولاب عندنا، على اساس هي دي اللي من خلالها هنقدر نلبس كل حاجه. فهقول لكم دلوقتي ايه هي الاساسيات اللي لازم تكون في الدولاب، وبعد كده نبدا نشرح قطعه قطعه وايه الالوان اللي احنا هنلبسها والشنط والاكسسوارات وكده. فدلوقتي بقى هنقول ايه هي الاساسيات، ايه بقى اللي لازم يكون عندي في الدولاب عشان اقدر البس حلو وكده. طبعا انا المقاسات اختلفت خالص عن قبل الجواز وبعد الجواز، شايفين الجسم ملا من الحمل، انا زدت حوالي 25 كيلو او 30 كيلو من قبل الجواز. فطبعا في المقاسات فرقت معايا من قبل الجواز وبعد الجواز، بس في حاجات طبعا انا جايباها على اساس برضو شفت فيديوهات ايه اللبس اللي ينصح بيه يعني ان انا البسه بعد الجواز، يعني اجيب ايه البسه بعد الجواز ينفعني، مش كل الهدوم تبوظ، يعني ما اجيبش كل لبس الجواز ضيق وبعد كده يبوظ عليا، لان الجسم بيتغير في الحمل وفي وكده وجسمك بيزيد يعني. فانا هوريكم اول حاجه، بصوا الجاكيت ده طبعا انا كل حاجه لازم تكون عندك تلبسيها كده مفتوحه. لو انت جسمك مليان البسي الحاجه كده مفتوحه، لو انت قفلتي الدريل او يعني الحاجه كده تكون تقفليها هتخنك، ليه؟ هتبين الجسم من قدام ومن ورا طبعا فهتخنك. فانت هتلبسي الحاجه تكون مفتوحه كده تمام. طبعا هتقولي طيب المنطقه دي هتبقى باينه وصدرك كده، انت هتنزلي الطرحه كده، يعني هتنزلي الطرحه بالطريقه دي، والطريقه دي طبعا شكلها بتبقى حلو يعني تمام. فانا معظم لبسي كله مفتوح من قدام، مش بقفل حاجه خالص، ده الحاجه الوحيده بس اللي انا بقفلها اهي، بتقفل كده بشريط اهو كده. وكل طبعا حاجه بقى عندي لازم تكون ما تكونش قصيره، دي من اهم النصايح، ان هي لو لبستي حاجه قصيره على بنطلون هتتخنك، فلازم كل حاجه تجيبيها تكون عند الركبه او فوق الركبه بحاجه بسيطه قوي، يعني كل حاجه تجيبيها تكون طويله، الحاجه لما بتدي طول بترفع، لو جبتي حاجه قصيره يعني تحت البنطلون بشويه كده فهتخانق جدا، هتبين الجناب وكده. فاي حاجه تجيبيها جيبيها هتلاقيها طويله، يا عند الركبه يا فوق الركبه، حاجه بسيطه قوي تمام كده. اهو بصوا زي ما انتم شايفين ده كده، ده جاكيت فوخ كده، وطبعا دي ده بس بتروت بس اهو، بصوا برده بيبقى مفتوح برده تمام كده. وده طبعا ده برضو دريل اسود طويل، ده الكم برضو مفتوح، انا بفتحه برضو مش بقفله، بيكون مفتوح كده زي ما انتم شايفين تمام كده. ودي حاجه كنت انا برضو جايبه الفرو ده ومركباه، يعني هو ما كانش فيه، انا ركبته في الكولا اهو كده، بصوا دي الكولا بتاعته اهي، وانا ركبت عليه الفروه دي قلت عشان يديله شكل يعني. ليه بقى كل لبس ساده؟ يعني انا اللبس الساده ما بيتخنش نهائي، اللبس الساده غير المشجره، يعني انا ما عنديش حاجه مشجره خالص، كل حاجتي ساده. بلعب بقى في الطرحه وبلعب في الاكسسوارات وبلعب في الشنط، ده اللي بينطق معايا اللبس. فنصيحه مني ان انت كل معظم لبسك يكون ساده، وتفتحي برده مش لازم يبقى كله اسود يعني، لا يبقى عندنا الوان برده تمام. فده كده طويل اهو، وطبعا بصوا بقى الطرحه تقدري تلبسي عليه اي حاجه، دي طرحه اهي بس مفجره نطقت الطق، ممكن تلبسي من تحت، من تحت ده البلوزر بيضة زي ما اتفقنا، والبنطلون جينز ازرق مثلا، وتلبسي الطرحه دي عليه تمام كده. دي بقى بصوا برده ده حاجه طويله اهو،
برضو مفتوح، بصوا مفيش زراير ولا فيه اي حاجة، مفتوح من الجناب اهو اهو، سادة برضو اللون عندي سادة خالص مش اي حاجة. انا برضو بلبس من تحت يا اسود يا ابيض، تمام. والطرحة برضو بلعب بالهدوم دي بالطرحة تكون مشجرة بقى، انما لو الهدوم مشجرة هتبقى هتخن جدا بصراحة. في برضو ده كان يا بنات، ده كان بلوفر مقفول، ده كان مقفول خالص، استنى اوريكم، كان مقفول كده عادي خالص، بلوفر عادي كان زي ظهره كده اهو، كان مقفول خالص، فروحت انا فتحاه، فتحته كده من النص وقفلت كده الجناب دي كده، وحطيت فيه اللولي ده لقيته طالع موضة، حطيت منه اهو، وبصوا لونه فاتح اهو بس سادة، ده طبعا مش هيدخن، وبرده طويل مش قصير. والطرحة طبعا هي بقى اللي انا بقدر ايه يعني البس اي لون طرحة عليه، مشجرة بقى سادة بتاع كده، بس الوان فاتحة عادي يعني، واللون اهو فاتح مش غامق برضو مش اسود يعني، هو التكة ان انت تبقى كل هدومك سادة. في برضو ده اهو ابيض اهو، بلبس ابيض عادي جدا، تقولي الابيض بيتخن، لا اما تلبسي ابيض عادي، هي بس التكة ان انت تكوني فاتحة الحاجة يعني، تكوني سايبة الحاجة مفتوحة. ودي كولة كده كانت في جاكيت كوخ بتتنقل بزراير، بحطها في اي كولة حابة البسها. انت تقدري بقى انت تلعبي وتفكري في لبسك، انت تغيريه، انت اللي هتغيريه بايدك. والطرحة اهي بصي مشجرة تمام كده اهو، ابيض سادة اهو عادي، ولبست ابيض اهو. في برضه معايا التيشيرت ده، ده تيشيرت اللي هو الكمام اللي هي الواسعة دي اهي اهو، مرسوم اهو عليه وابيض بس طويل، الطول بقى معايا انا مش بيدي التخن، لو قصير هيبيني طبعا ان انا تخينه جدا، انما لو طويل بيفرق جدا طبعا، مش بيبين مفاصل الجسم يعني. والطرحه عليه اي لون طرحه تلبسيه اهو عليه، بصوا نطقت، ومع اني ملهاش علاقه بيه بس نطقت الدريل ده تمام كده. عندي برضو عندي برضو ده كان سادة اهو، برضو ده كان سادة، حطيت فيه الورد ده اهو، عشان انا بجيب كل لبس سادة زي ما قلت لكم، وحطيت فيه بقى الورد ده الوان كده، والطرحة اهي لبستها مشجر. بصوا بقى تخيلوا لو احنا لابسين حاجة مشجرة، المشجر بيكبر جدا وبيعرض، انما سادة اهو من ورا اهو من قدام، بس حطيت فيه الورد الحاجة البسيطة دي، والطرحة اهي لبستها عليه مشجر. ده هنلبسه مثلا على بنطلون جينز وطويل اهو تمام كده. بالنسبة بقى لو حاجة مخططة، يقولك ما تلبسيش حاجة مخططة بالعرض، انت تقدري تلبسي حاجة مخططة بالعرض بس تكون الخطوط رفيعة، الخطوط ما تكونش عريضة يعني، ده اللي انا لابساه ده عريض، ده كنت بلبسه قبل الجواز طبعا فكان بيبقى عليا كويس، فانما دلوقتي مش بنزل بيه قوي لاني بيعرض، لان الخطوط بتاعته عريضة، انما ده الخطوط بتاعته رفيعة، الخطوط الرفيعه بتفرق جدا عن العريضه، فممكن تجيبي حاجه مخططه بالعرض بس تكون الخطوط رفيعه اهو بس كده. وده برضو حاجه تانية اهو، برضو مفتوح زي ما انتم شايفين كده، وبنص كم اهو، حاجه برضو مختلفه، قطيفه مطفيه، تقدر تلبسي حاجه نص كم، حاجه بكم، حاجه قط، برضو بتدي شكل حلو، هو بس اللعب كله ان اللون يكون ساده عشان ما يبينكيش ان انت تخينه قوي. والطرحه اهي، العبي في الطرحه زي ما انت عايزه، اي لون مشجر ساده برضو اللي انت عايزاه. بس كده اهو يا بنات، انا جبت لكم يعني ايه شويه حاجات كده، قلت اوريكم ازاي الالوان تمشوها مع بعض وكده. بصوا اهو، ده رصاصي فاتح وده رصاصي غامق بكله كبيره وكم، وبرده مش بقفله، بيكون مفتوح، بلبس تحتيه طبعا بلوزه بيضه او سودا، او لو انت بقى عايزه تجيبي الوان تدخلي الوان تانية تقدري تجيبي طبعا، ويكون طويل، انا عندي الوان تانية غير الابيض والاسود، بس انا قلت لكم الابيض والاسود والجينز الكحلي والبني والاسود دول اساسيات لازم يكون عندك في الدولاب عشان تقدري تلبسي من خلالهم. غير كده بقى انت عايزه تدخلي الوان تانية وتفصلي حاجات مثلا الوان تانية عشان تكون عندك حاجات مختلفه، ده طبعا اللي يريحك، نبيتي بني كده،
طبعا هيبقى حاجة حلوة وان انتي تقدري تغيري كتير. والطرحة اهي اي طرحة برضو عليها. تمام كده. بصوا بقى يا بنات، بالنسبة للشنط، انتي الشنطة انا كنت جايبة شنط دي ودي، دول بصراحة الشنطتين دول يعني بلبسهم على اي لبس بيليقوا، ما اعرفش ازاي مع ان الاثنين جمل يعني، بس الكارو والبني ده الجملي بيليق فعلا على اي لبس، وبالذات كمان لما يكون لبسك سادة، فالحاجات دي بتليق جدا. فيكون عندك حاجة جملي كده او حاجة بيج بتكون حلوة جدا في اللبس. وعندي واحدة برضو سودة، دي برضو كنت جايباها بلبسها برضو على اي حاجة تانية. عندي طبعا ابيض وكده، بس دول اللي انا قدرت ان انا اجيبهم يعني اصورهم لكم هنا دلوقتي. دول بالنسبة للشنط. بالنسبة بقى للاكسسوارات، الاكسسوارات بتبقى عليها عامل حلو جدا وبتنطق اللبس جدا، فانت لازم برضو يكون عندك اكسسوارات تكون مش غالية قوي، بس تكون برضو ايه كويسة على اساس ان هي تنطق معاكي في اللبس. تمام كده. انا هوريك اول حاجة، انا جايبة الاسودة الذهبي والفضي دي على اساس ان انا البسهم في ايدي على اي طقم من دول. يعني بصوا، لو مثلا لو لبست هنا اهو هتنطق الطقم طبعا مع الطرحة مع الشنطة، فالحاجات دي تكون اساسيات برضو عندك، سعرها مش غالي قوي يعني. ف دي وبعدين الحاجة دي بتتجاب مرة في العمر وبتقعد بقى معاكي كتير يعني. فانا جبت الفضي والذهبي قلت عشان ايه البسهم على اي حاجة عندي. بالنسبة بقى العقاد اهي، تقدري تجيبي حاجة كده ذهبي تلبسيها على اي حاجة برضو اهي. بصوا بتنقق اللبس جدا جدا، هوريكوا برضو على اللبس اهو. بصوا من خلال بس ان احنا حطينا دي معاهم ودول سادة وحطينا العقدة نطقت الدنيا، ومعاهم الشنطة اهي. بصوا يعني انت تقولي طب انا كل لبس هيبقى ساده، ما انت بقى لما تلعبي الطرحه والشنطه هتنطقي اللبس جدا واللبس هينطق. الساده على فكره يا جماعه بيبقى جميل جدا في اللبس. تمام كده. فده كده اهو، مثلا يكون عندك مثلا عقد زي الذهبي ده عشان تلبسيه على اي حاجه، حاجه مثلا على ازرقات، حاجه كده مثلا على ازرقات، حاجه كده مثلا على بني او جملي كده اهو. تمام كده. وحاجه مثلا على ازرق اهو، او يعني فاضي على اساس برضه تلبسيه على اي حاجه عندك. وده ابيض في اسود، طب في اسم بنت اسمه اهو. وفي طبعا ده كده على ازرق برضو. طبعا انت تقولوا ايه الاكسسوارات دي كلها، انا طبعا عشان عندي جروب الاكسسوارز وكده، ف برضو عامله ليا شويه حاجات قلت هتنفعني تنفعني في اللبس. فطبعا انت الحاجات دي مع اي طقم ساده من دول هينطق اللبس جدا، زي ما قلت لكم مع الطرح ان انت تلعبي على الطرح وان انت تلعبي على الشنطه. فبس كده هو ده. وطبعا في واحده اهي برضو زرقاء قبلها. فبس كده هو ده الفيديو اللي انا قلت اعمل لكم حاجه بسيطه كده، ويا رب تكونوا استفدتوا باي حاجه. اهم حاجه بس باكد عليها ان انت يكون لبسك ساده، معظمه ساده، على اساس تقدري تغيري من عليه، وان انت يكون عندك الابيض والاسود من تحت تلبسيه من تحت. عايزه طبعا تزودي الوان، ده طبعا حاجه ترجع لك. هتقولي لي مثلا يا منى مقاسات كبيره مفيش، لا تقدري تفصلي الحاجات دي مش هتاخد حاجه وبسيطه يعني. والبنطلونات عندنا الازرق والاسود والبني، دول برضو لازم يكون عندنا. والحاجه تكون طويله ما تكونش قصيره، عشان لو طويله مش هتبين الجسم، وتكون مفتوحه ما تقفليهاش، لان لما بتقفليها هتبين الجسم. انت طبعا هتسيبيها مفتوحه تروح عامله الطرحه بالشكل اللي انا عاملاه ده كده، تنزليها من قدام. تمام كده. وطبعا لفه الطرحه بقى انت حاجه ترجع لك يعني. بس كده. فيا رب اكون فدتكم باي حاجه بسيطه يعني، وتكونوا استفدتوا، والفيديو يا رب يعجبكم. اي حاجه طبعا تطلبوها مني هعملها لكم على طول من غير تردد يعني. فبس كده. ولو انت اول مره تشوفي بقى قناتي وفيديو ليا، تشتركي في القناه ولايك وشير وتفعيلي الجرس عشان يجيلك كل فيديو جديد.
واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.